السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبدأ شغل في الكهرباء في شوية اعداد كده لازم نعملها، تمام؟ وحتى بعد ما نخلص شغل هتبدأ ممكن تعمل التعديلات ديت، بس هتاخد منك بعض الوقت يعني، فالأحسن إن أنا أعملها في التمبليت قبل ما أبدأ شغل، أو قبل ما أبدأ شغل في المشروع ببدأ أشوف إيه السيستم الإلكتريكال في الدولة اللي أنا هعمل فيها المشروع دوت. يعني على سبيل المثال لو إحنا جينا نبص كده وقلت له انا عايز ادخل في السيستم، وقلت له انا عايز ادخل هنا في الالكتريكال، بتلاقي كل اعدادات الكهرباء. انا بالنسبه لي مهتم بالفولتج والديستريبيوشن سيستم، بتلاقي ان هنا الارقام دي مش هي المستخدمه مثلا في مصر، فبتبدا تعمل كريشن ليها. الفولتج مثلا هتقول له انا عندي هنا مثلا 230 فولتج، 230 المينيمم، 230 الماكسيمم، 230. لو انت شغال في دوله وفيها اعدادات تانية بتدخل الاعداد دي. هنا مثلا هقول له 400 400 400 400. المفروض الارقام دي بقى كلها تبقى موجوده في الاجهزه اللي انا شغال عليها، وباقي الارقام اللي انا مش هشتغل بيها ومش موجوده في المشروع بتاعي بلغيها، تمام؟ 400 230 WYE، وممكن 3 هنا، 4 هنا، هيبقى 400، والجراوند هيبقى 230 بالشكل ده. الباقي الغيه عشان ما يلخبطلكش، تمام؟ كل المكنه اللي هشتغل بيها هتظبط الاعداد بتاعته بالارقام اللي موجوده عندك في الدوله. طيب انا دلوقتي قبل ما اشتغل محتاج ان انا احط حاجتين، محتاج ان احط الكتريك اكيوبمنت، الحاجه الخاصه باللايتنج اهيت، هبدا اشوف هل فعلا الارقام مظبوطه ولا مش مظبوطه. لو مش مظبوطه هعدلها، تمام؟ هعمل سيلكت كده، بيقول لي ان ده 400 400 في 230، تمام مظبوطة. طيب لو مش مظبوطة ممكن تدخل هنا في الايديت فاميلي وتعمل سيلكت على ديت وتأكد ان الفولتج 400. طيب عايز ابدأ احط المفتاح بتاعي، فهروح هنا السيستم واقول له من ديفايس انا عايز احط المفتاح بتاع اللايتنج، خلينا عشان اللي يفتح يلاقيه بسرعة. يعني عايز سيلكت ايديت تايب اللابند، هنا هقول له ان ده 230. طيب اللايتنج مكتوب عليه 230 فعلا، تمام، اللي هي بالست فولتج. طيب عايز انا ابدا اعمل بقى الباور والسويتش، خلينا نعمل سيلكت كده الباور، موجوده الكتريكال سيركت هنا، هقول له ادي السيركت واقول له ان انا عايز ازود الباقي دوت كله، طبعا شيل ديت، ايوه سيلكت بانل، اخترنا البانل ديت، وبعد كده هقول له فينيش، تمام، بحيث لما تيجي كده وتدوس تاب هتلاقيه فعلا متوصل كده. طيب ودوت عايز ابدا اوصل بيه، تعالى كده سويتش، سيلكت سويتش، تمام. فاهم حاجه كلهم يكونوا على نفس الاعدادات اللي احنا عملناها في الالكتريكال سيتنج، وزي ما بقول الغي اي حاجه هتعمل لك لخبطه، يعني انت شغال في دوله وما تحطش بقى كل الاكواد التانية لا الغي كل اللي انت مش هتستخدمه.